أولاد الفنانة أصالة نصري في إجازة مع والدهم طارق العريان ونيكول سعفان. اصطحب طارق العريان أولاده من الفنانة أصالة نصري في إجازة للترفيه عن أنفسهم، وذلك برفقة نيكول سعفان في فرنسا. وشارك المخرج طارق العريان صورا من الأوقات الجميلة التي يقضونها سويا، وأرفقها بتعليق إجازة عائلية مجزية بعد عام مكثف من العمل الشاق.